رجعنا لكم مره ثانيه، احنا على الهواء مباشره. اي حد عنده سؤال او استفسار يتصل بينا على كل ارقامنا التليفونيه اللي بتظهر على الشاشه، او يتواصل معانا من خلال صفحتنا على الفيسبوك ساعه مع شريف. كمان كل الحلقات وكل الفقرات اللي بتفوتكم مش بتلحقوا تشوفوها ممكن تشوفوها من خلال اليوتيوب شانل ساعه مع شريف. خلينا نقول التنويه اللي قلناه يوم الاحد، ان احنا ان شاء الله المفروض يوم الاحد الجاي هيكون عندنا فوتو سيشن هنا على الهواء، هتتعمل لاسرتين من الاسر اللي بيشوفونا ويتابعونا بمناسبه عيد الام. عايزين وممكن تشتركوا من خلال صفحتنا على الفيسبوك، هتخشوا على الصفحه هتبعتوا صوره عائليه، اهم حاجه الصوره يبقى فيها ام. ها وهنختار عيلتين عشوائيا هيجوا لنا يوم الاحد على الهواء، وهيتعمل لهم فوتو سيشن او جلسه تصوير فوتوغرافي مختلفه جدا جدا جدا. هي مره ثانيه كده نرحب مدام امل جلال، شرفنا. ازيك يا شريف؟ زعلانه انت مننا بس لا لا خلاص. هنعمل ايه بعد كده؟ هعمل حاجه واحده. هنعمل ايه؟ يلا هنعمل البسكوت المقرمش، بسكوتات حادقه مملحه يعني، واحنا كلنا بنحتاج لها في البيت، و وساعات كمان ممكن نعمل فيها بالديكوريشن كده للحفلات. ده البسكوت الحادق وده البسكوت اللي بالمارون. مارون ده هنا البسكوت الحادق هيبقى ليه حاجات كتيره، عجينه واحده وهنقسم منها ونطلع منها كذا حاجه. اوكي يلا ننزل المقادير. ازيك يا حسين؟ نزلوا لنا مقادير البسكوت المقرمش. 6 كوب دقيق، 200 جرام زبده، 1 كوبايه لبن، 1 كوبايه زيت، 2 معلقه كبيره محلب، 2 معلقه صغيره بيكنج باودر، 2 معلقه كبيره سكر، 4 معالق صغيرين ملح، 4 معالق كبار خل، 6 كوب دقيق، 200 جرام زبده، كوبايه لبن، 1 كوب زيت، 2 معلقه كبيره محلب، 2 معلقه صغيره بيكنج باودر، 2 معلقه كبيره سكر، 4 معالق صغيرين ملح، 4 معالق كبار خل. نبدا على طول. نبتدي نحط الوجه. لسه في حاجه على الوجه بتتحط؟ للوجه بقى عندنا حاجات كتير. عندنا عشان في جوه مقادير. طيب اوكي. في سمسم وجبنه مبشوره وفلفل حار مفروم وجبنه بيضاء او جبنه شيدر. اوكي بس كده. اتفضلي. نبتدي بالبيض واحده. اوكي مع السكر. البيض مع السكر. نحط الزيت. الزبدة. وبعدين اوكي ميرسي. نحط المحلب. خلينا نقول ان زي ما الهانم كده غيرت طقيتها الحمراء وخلتها الطقيه الصفراء، انتوا كمان جربوا الهانم بطعمها الجديد. كده انا حطيت كل المواد السايله والمحلب والسكر مع بعض. اوكي هنبتدي نحط الملح كمان. هنحط الدقيق حبة حبة ونقلب. بس الدقيق بقى هنشيل ال، انا غاسلة ايدي حسين معلش بعد اذنك. حط البيكنج باودر مع اول حبة دقيق بنحطهم. اوكي حطينا فانيليا؟ لا ده بسكوت، لا مفهوش فانيليا، ده في محل. هو ايه مش عارف ايه المحلب ده؟ المحلب ده حاجه سوري او شامي؟ تركي. تركي؟ بس هو موجود عندنا يعني. ده بيدي ده بيتحط مع الكحك صح؟ بنفضل نقلب. العجينه دي احنا بنشتغل بيها على طول لان ما فيهاش خميره، دي فيها بيكنج باودر، واحنا عارفين ان البيكنج باودر مش بيحتاج انه يرتاح، لازم نشتغل بيها على طول عشان نخبزه بسرعه. اوكي. اوكي هنفضل كده نقلب كويس العجين لغايه لما الدقيق يتماسك فيه، ويبقى كل العجينه يبقى دي متشرب لكل المواد اللي احنا حطيناها. اوكي اللي هي ايه بقى من الاول؟
اللي هي البيض والزبدة والزيت والخل والملح والسكر والمحلب والبيكنج باودر. بس كده اهي كده خلاص العجينة كده بقت حتة واحدة تقريبا وبقت لونها اصفر مظبوط؟ ايوه اه. هنبتدي الاول هعمل حاجة كده سريعة ممكن نشابة حسين لو سمحت. لا التانية اهو ممكن تعالى وسع على ما مال عشان تقدر خد دول خد دول بس ايوه بتبقى مرمله شويه اه هي عايزه تتعجن شويه كمان زياده يعني انا عايزه ليه عايز هي كده هنا انا هحط ايه بقى هعمل كده احط كمون اوكي احط ملح لو انا مش عايزه اقطعها وادخلها بحالها بالحجم ده في الفرن هتستوي لا هتستوي مش هتقول لا هتقول لا انا بحب اصل الحاجات تبقى بالمنظر ده والله بس عشوائيه يعني اه بحبها تبقى عشوائيه عامله زي العيش لا كبيره زي العيش وعشوائيه اه مش متقطعه متحدفه وكبيره زي العيش وتبقى مترصوصه في الطبق فاهمه ازاي والواحد يكسر منها لان يعني غالبا أيوة الحاجات أيوة دي أيوة انا بغمس بيها فاهمه انا فهمت كده انا ايه قطعت العجين كده هاخد البيض مش المفروض كنا ندهن الاول البيض؟ لا والله؟ اوكي احنا هنا حطينا الكمون وضغطناه بالنشابه اوكي خلاص ندهن بقى عليه عشان ما يتنطرش في الفرن كده اوكي وبعدين نقطع نقطعها وننقلها في صاجة؟ اه كان ممكن نقطع اه ماشي اوكي عايزه كلها مره لا 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 دي بقى دي ممكن بتقعد حوالي تلت ساعة ودرجة حرارته ايه؟ وربع ساعة 200 اوكي ممكن يا حسين الصاج الله ده حلو قوي البسكوت ده حلو ده بقى ممكن كل الاشكال كده ممكن يتحط عليه جبنه ممكن يتحط آه عليه اه انا ايوه وكمان ممكن نعمل بيه كنابيه اه بالظبط يتحط يعني عليه صمام بقى او كافيار او بيض وجبنه هو المقرمش ده عشان ينفع للكنابيه تحفه اوكي كده عملنا اول طعم ايوه اوكي هنعمل خمس اطعم تقريبا اوكي لغايه ما تحضري بقى الثانيه أيوة. خلي بقى الصاج هنا نحط فيه كله خلاص حطه هنا حطه هنا يا حسين اه اوكي عايزه حسين يلم لك دول؟ لا انا عايزه طبق يا حسين عشان بقى عايزه اعجن ال اه اوكي هعجن بالفلفل هيحرق لي ايديا ف عايزه اه عايزه طبق اعجن فيه الحبه دول بس اه ناخد حتة عجينة على فكرة أنا نسيت حاجة في العجينة إيه؟ اللبن ما حطيناش لبن؟ طب إزاي طلع لك حاجة؟ لبن أه طلعت كويسة المفروض كنا نحط لبن قد إيه؟ شوية طب يا جماعة العجينة هي مكتوبة في المقادير لبن؟ في الغالب أه طبعا طبعا أكيد أه أوكي قد إيه لبن؟ طيب كوبايه لبن كوبايه لبن صغيره شويه لبن كده صغيرين اهو لا بس كانت طالعه حلوه ما هي كويسه عشان فيها دهون كفايه اوكي هنا بقى انا فارمه فلفل ممكن عايز فلفل ايه بقى ممكن فلفل رومي ممكن فلفل حامي ممكن فلفل مخلل او حاجات مخلله لا لا لا, لا اوكي حطينا مخلل وهعمله كمان معاه شويه شبت اوكي نعمل برضو كده
ومع بعض وبعد كده نفردهم. أيوة. ونقطعها. اوكي. حلو قوي قوي قوي. طب اشمعنى دي بقى بنفردها على ورق؟ لا عشان بس انا مش عايزه يبقى مطرح كل العجاين فلفل بس. اوكي. أكتر. انا هفردها هنا كده. دي بقى اللي هي الرفيع خالص يا شريف اللي هو اني واحد ده هو؟ مقرمش ده. اوكي انا كلهم اصلا مقرمشين. ممكن تحطوا لي اغنيه صباح سلموا لي على مصر؟ ممكن لو سمحتوا؟ بتاع صباح الراحله صباح بعد ما دي تخلص يعني. اوكي حسين تعالى معلش مدام امال كده. اوكي امسحي بقى. هنعملها شكل ايه؟ مدورين اللي هم رفيعين خالص. لازم يبقوا رفيعين خالص. عايزه شوكه يا حسين لو سمحت. شوكه يا حسين بليز. ليه بقى بنخرمها؟ عشان احنا مش عايزينه ينفش في الفرن. عايزينه يطلع رفيع كده يبقى مقرمش. اوكي هنقطعهم دوريات. ايوه دي هتضايقني بقى شويه. استنى احنا ما حطينا اللبن حسيت ان العجينه طريت قوي. طريت قوي مش كده؟ لا الفلفل كمان. معلش بقى. طب احنا ممكن نعملها زي التعبين كده صابع ولا هتستوي؟ لا انا عايزاها يا شريف تبقى رفيعه قوي عشان معلش وكمان عشان الورقه ما فيش عليها تحتها دقيق. اوكي كفايه بقى كده ونعمل اللي بعدها. طيب طعم اللي بعدها. ماشي يا حسين خد الورقه من ده امل. اوكي الطعم اللي بعده اللي هي بالايه؟ ده هنعمل اللي هو بالسمسم ده. ماشي اوكي خليها بقى من غير اللبن. لا شويه شريفة ما اصلها عجنت قوي باللبن صراحه. شويه شويه صغيرين بس. طب نزلوا لي مقادير المقادير تاني على الشاشه عشان ما نلحقش لان المقادير بتاعتها حلوه قوي لغايه ما مدام امال تعجن دي وتفردها. نزلوا لي المقادير تاني على الشاشه لو سمحتوا وانا ممكن اقراها. 6 كوبايات دقيق و200 جرام زبده 1 كوبايه لبن 1 كوبايه لبن صغيره 1 كوبايه زيت و2 معلقه كبيره محلب وبعدين 2 معلقه صغيره بيكنج باودر و2 معلقه كبيره سكر و4 معلقه صغيره ملح و4 معلقه كبيره خل. للوجه هنحط بقى كل صنف هنحط له حاجه يعني الكمون لوحده والسمسم لوحده وجبنه مبشوره لوحدها فلفل حار مفروم لوحده جبنه بيضاء لوحدها كل حاجه حسب النوع. وبعد كده في ايه؟ في بيض تقريبا ومفيش حاجه تانية؟ اوكي ثانك يو. يلا دي ايه بقى؟ هنعمل اللي هم الحلقات اللي هي بالسمسم. بعدين بنحطها في بياض البيض. خلصنا البتاعة. لا معلش معلش حطوها امتى بس؟ نحطها كده في بياض البيض بعدين نحطها في السمسم. هعمل واحدة كمان وخلاص. لو سمحت.
اوكي هنعملها مدوره نحطها في بياض البيض وبعد كده نحطها في السمنه. اوكي نعمل بقى الصنف اللي بعده. في ايه عندنا ايه كمان ناقص؟ هعمل اللي بال اخر واحده بال عشان عندنا دي طيب دي اللي هي زي حلزوني كده بالحبة البركه. وبعد كده نعمل البسكوت البالمرون ده هياخد وقت في عمايله؟ لا هخلصه ثانيه. هنعمله في 5 دقايق بقى. 5 دقايق؟ ما ينفعش يتعمل في 5 دقايق. نعمل دي كده. هنحطها في البيض برضو؟ هندهنها بيض بس. دي بقى صفار ولا بياض؟ صفار. دي صفار. خد بقى احسن انت ادهن ادهن دي وحط عليها حبه البركه. ونزلوا لنا بقى دير العجينه بقى الثانيه. طب اعمل واحده بس؟ واحده لا ما فيش وقت ما فيش وقت معلش معلش الكاميرا جابتها يا سلام. خلاص طيب نعمل نزلي حط عليها بقى شويه نزلي مقادير البسكوت الحلو بس كده. مقادير حط عليها شويه ملح. طيب يلا مقادير على الشاشه. طيب اوكي لا شيل لي بقى الحاجه هشتغل هنا بقى. ده بسكوت محشي ابو فروه ممكن تحشوه تين مجفف بتاع رمضان 20 جرام خميره جافه 2 معلقه كبيره لبن دافي 275 جرام دقيق 75 جرام سكر 275 جرام زبده 1 صفار بيض 4 معالق كبار كريمه لباني. اوكي 20 جرام خميره جافه 2 معلقه كبيره لبن دافي 275 جرام دقيق 75 جرام سكر 1 صفار بيضه 1 معلقه كبيره كريمه لبان. اوكي اوكي انت ولعت انهي واحده؟ الاثنين اللي تحت دول. ممكن ورقه حسين لو سمحت. هات لي كلمات المرقه دي. ايه بقى هنعمل ايه دلوقتي؟ هنبتدي هحط الاول اول حاجه هعمل اديني طبق احط الخميره مع اللبن وسكر. اوكي. انت اي طبق؟ لا لا طبق صغير. حط بس شويه سكر صغيرين عشان الخميره. وادي الخميره. وده لبن دافي. خد معلقه يا حسين. كده. خلاص. بحطنا الخميره والسكر ومعاهم لبن دافي. ايوه. ونسيبهم شويه يخمروا لغايه لما احط بقيه ال اوكي دلوقتي بقى نحط الدقيق والبيض والسكر دقيق وبيض وسكر والكريمه اللباني ده حبه صغيره قوي كده؟ اوكي عشان فيه زبده. اوكي والزبده دي ايه دي؟ دي الزبده. الزبده حسين خد من اللي عملناه الحاجات اللي كل ده يتقلب مع بعض اللي هم ايه بقى من الاول؟ احنا حطينا كل الحاجات على بعض يا شريف. اوكي هات الخميره انت خدتها. يا حسين واخد الخميره ورايح فين يا حسين؟ هاكلها. هي المفروض انها تخمر طبعا احنا ما لحقناش. اوكي انا بس هشتغل بيها على طول بقى. خد كده حطينا كل المقادير. حسينا ان العجينه طريه شويه بس هي المفروض تفضل تتضرب لغايه لما تبقى كوره. اوكي انا كنت طلبت منكم جوه اغنيه صباح بتاعت سلموني على مصر. انتوا مش كل ده احنا قربنا نخلص الفقره. النت بطيء انتوا مش محوشينها؟ مش قبل كده حطيناها؟ مش بتحوشوا انتوا ليه مش بتحوشوا الحاجات عشان اول ما اطلبها تحطوها؟ احط بس اوريهم بقى ده بيتعمل ازاي يا شريف. ايه ده بقى؟ التين انا مقطعاه
الليمون، البرتقان، عصير ليمون وعصير برتقان. اوكي. والعسل، وعسل ابيض. هو فين المارون؟ احنا مش هنعمل بمارون، احنا عاملين انا معايا مارون لا لا خلينا جاهز هو كده. المارون بقى بنسلق المارون وبعدين نفرمه لما يبقى ناعم خالص، وبعدين نضيف له بقيه المقادير كلها. اوكي. بس ما بيحتاجش لا يتحط على النار ولا حاجه بعد ما يتسلق يعني. اوكي. وده بنسيبه على النار لغايه لما يغلي؟ لا يدوب خالص. وهيبقى كده بنضيف له شويه عين جمل، هيبقى كريم. بنضيف له شويه عين جمل وشويه دق قرنفل بس خلاص. اوكي. ممكن اعمله ولا لا؟ هو ايه يعني هفرده ولا افرديه؟ بس هو محتاج يخمر والعجينه تلم شويه، هضطر كده احط شويه دقيق. فين الدقيق؟ فين الكنان؟ لا هو شايله عشان احنا خلصنا الحاجات اللي قدامنا. طب لازم احط شويه. حطي مقادير الحشو كده احنا قلناها. لا قلناها خلاص. خلاص قلناها مش مشكله. طب هات. لا ما تحطيهاش احنا قلناها خلاص. ماشي على الشاشه. اوكي. لغايه ما حضرتك تفردي ده انا هقولها. هاتي حسين، هاتي حسين شويه دقيق. هات لي الدقيق بتاعي يا شيخ. ابو فروه 500 جرام ابو فروه مطحون، وده هتسلقوه عشان تعرف تحطوه عليه 30 جرام زبده و60 جرام سكر بودره، واحد معلقه كبيره عصير برتقال، واحد معلقه كبيره كريمه لبنج، ده لأبو فروه، والتين المجفف نص كيلو تين مجفف عليه 2 كوبايه عصير برتقال وربع كوبايه عسل ابيض وعصير ليمونه وعين جمل مطحون. سيبها. لا سيبها بس وطي. هات حاجه خشب. ايه بقى اللي بيحصل؟ قولي المراحل عشان مش هلحق نعمله قوي. بس ما انا هوريهم ازاي بس في السريع. هي طبعا المفروض الخميره دي تخمر وتلم. فانا هنا هعمل ايه بقى؟ انا حاطه هنا ابو فروه في هنقطعها تبقى مستطيلات. اوكي كده. نبتدي نعمل كده اهو ابو فروه كده. وتلفيها حوالين نفسها. ها ايوه بس كده. طبعا عجينه طريه جدا ومحتاجه تخمر. ما تاخد وقت كبير قوي عشان تخمر اصلا. لا ده 10 دقايق والله كانت هتاخدش وقت يعني. هو ايه الريحه الحلوه اللي طالعه هناك من البتاع ده؟ ريحه اللي هي ايه؟ الحشو. لا كانت الثانيه. دي بتقعد قد ايه في الفرن؟ دي بتقعد 18 دقيقة فرن 200 درجة حرارة. اوكي 18 دقيقة على فرن درجة حرارته 200. 200 بيطلع زي ده. ايوه. طيب هتقولي بقى الحاجات المغروفة عشان احنا خلصنا. بشكرك على الحاجات الحلوة اللي عملناها النهاردة. انا عملت حاجة. انت عملتي كل الحاجات خلاص. انت نفسك ايه ما عملتيهوش؟ ما تعملش كمان يا كبير شريف. بص ايوه. لا هتقولنا من فوق عشان كده القفص هو اللي باين. انا عايز الحاجات اللي جوه تبان، مش ضروري ده، عايز من فوق. ده البسكوت اللي محشي مران او محشي تين، ده اللي يحب بقى. قلنا لكم ازاي بيتعمل. بعد ما بيخرج من الفرن يا شريف بندهنه مربى. بندهنه مربى عشان يدي اللمعه دي. اوكي. وهنا بقى الباسكت ده فيه كل انواع البسكوتات اللي انتم متخيلينها. خلاص شيله بقى. ومعاها زيتون مخلل ومعاها زيتون اسود عادي. دي تبقى حلوه قوي في اعياد الميلاد في المناسبات. ممكن البسكوت المدور ده يستخدم ككنافيه يعني، ممكن يتحط عليه موس تونه، ممكن يتحط عليه سمون في ميه، ممكن يتحط عليه كافيار. انا حشيت ده جبنه وحطيت عليه جبنه شيدر من فوق كده. تحفه. بشكرك على الحاجات الحلوه اللي بتبهرينا بيها. ميرسي. دايما بشكر مدام امال جلال على وجودها معانا النهارده وعلى الحاجات الحلوه قوي اللي عملتها. بشكرك يا حسين، ميرسي جدا ليك. خلونا نشوف فاصل، وبعد الفاصل نرجع لكم مع دكتوره غاده عبد الرحيم علي. هنتكلم عن المبادرة الجميلة اللي عاملاها، وهيكون معانا النهارده في نفس الفقرة رهف محمد كامل وكيرلس موسى، هيحكوا لنا عن مبادرتهم. فاصل ونرجع لكم معاهم، خليكم معانا لو سمحتوا.